انتحار فعلي. بيتكلموا في غرام الكهرباء؟ ما زهقتوش؟ هو ما زهقش؟ ما بيتكلموا في بناخدها بهزار. لا والله. اه والله. طب ايه بقى؟ يعني مثلا لو داخلين لا كهرباء عليه اقساط خليه بقى ما يدفعش كده، لا والله. بنضحك بيدفع ايه؟ ونهزر. بتلموا حاجه لو مثلا؟ بندفع سهرانين مع بعض اه قاعد على كافيه وقاعدين نشرب يعني اه قهوه او حاجه، بيصعب لا عليكم. لا خلاص بنهزر بس. اه لا لا طبعا كهرباء لعيب كبير ولعيب محترم، بس بناخدها بهزار طبعا، لان هو حتى بياخدها بهزار، لان عارف النادي الاهلي عمره ما يسيبه وعمره ما يسيب حد من ابنائه. يعني البطولة الأغلى في تاريخ رامي ربيعة اخر بطوله دي مع يعني انا كنت الوداد؟ بالنسبه لي، بالنسبه لي انا ما كنت عايز افرق في الارقام زي ما انت بتقول، اه كنت عايز ابقى 5 افريقيا. يعني انا رايح مني 3 نهائي، لو كنت اخدتهم كان هيبقى زماني ما شاء 8. الله، زي الزمالك 5 افريقيا وانت 5 افريقيا. ايوه دي حقيقه. آه. فانا بالنسبه لي كنت قال عايز يعني ما افرق. دي انت عايز حقيقة. ايه طيب؟ اما اعمل ايه؟ مش الناس اللي بتقول كده، مش انا. ايوه طيب، ما انا بقول لك اهو، 5 زمالك وانا 5. اه ايوه بحكم ان طبعا بس النادي الاهلي الزمالك الفتره اللي 5 فاتت. قبل الاهلي. اه طبعا، اه اه يعني طبعا، الزمالك بس كان انا 5 والاهلي كان بس انت لسه بتقارن جاي. يعني ايه؟ لا انا مش فاهم. خلاص، مش قصدي، انا بكلمك برضو ان 5 زمالك دي حاجه كبيره، اه طبعا، مش حاجه قليله يعني. اه طبعا، في انديه واخده 2 وفي انديه واخده 1 و3، فرقم الزمالك طبعا رقم كبير بالنسبه يعني لانديه البطوله افريقيا. الاغلى هي بطوله لان انا كنت عايز افرق النهائي وكنت مع عايز الوداد. احسن بنفسي وحاسس ان انا عايز اعمل حاجه لنفسي، ولو خدت بطوله كمان تبقى 6. فالموضوع وانا سني صغير يعني، مش صغير انت يعني، جددت ولا 30 لسه؟ جددت 2 سنين. اه سنتين ما شاء الله، ان شاء الله، جددت خلاص. على ان شاء بياض الله برضو؟ والله العظيم على بياض. انا بحلف لك والله العظيم. اكذب عليك لا ليه؟ خلاص ماشي. هكذب احلف عشان لا والله، كده؟ انا قلت لك حاجه لا والله، لا، في النادي الاهلي ما يعني مش بتلاقيش هتاخد حاجه ولا على فريق، بياض، ولا فريق العادي. مش حاجه خالص، المهم انا مع مش النادي فلوس، الاهلي، مش رقم هم اللي كذا يحطوه بقى، هم حرين. يعني. انت سبت الرقم يعني، انت ما تعرفوش لحد دلوقتي والله العظيم ما اعرفه، بحلف والله يا العظيم جدع ما اعرفه. يا جدع. ومع تغيير طبعا كابتن سيد ومع كابتن خالد كان في اتفاقات ما بيننا، اه ولا اعرف اي حاجه لسه. لما ارجع بقى انا في اجازه دلوقتي سلم فمريح، امرك لله. اصل الموضوع النادي الاهلي محترم في الحته دي بصراحه لا قوي النادي الاهلي، قوي قوي. النادي الاهلي النادي الاهلي في ناس بيبقى لما ليها تمضي فلوس، له على بياض انت كسبان. ما بالظبط هيشيلوني طبعا. اه والله هو فانا كسبان، بقول لك في ناس بتمشي من النادي بيكلموها في التليفون، تعالى ليك فلوس بس انت مستحقات قديمه. سكتك رايحه على الاداره وعلى الجو دوت. على حسب يعني، انا دماغي اه، بس اه على حسب الظروف، ما حدش بيفكر في الظروف اه اللي بعدين جايه ايه. بس انا ما رتبتلهاش غير ان انا لعيب كوره دلوقتي طيب بس كاداره. اه انا يعني انا خريج تجاره عين شمس، ما شاء الله. فبالنسبه لي انا يعني مش هستفيد بيها حاجه يعني، الحمد لله في الكوره، بس تفيدني بعدين بقى بعد ما بطل كوره. المدير الفني رقم واحد في حياة رامي ربيعة مانويل جوزيه مانويل جوزيه. اول بعد كابتن زيزو طبعا، ان هو ليه الفضل عليا، لان كان دايما بيكلمني وما تخافش وخليك قد الثقه، وحببني في الماتشات الكبيره مش في الماتشات الضعيفه. يعني أيقونة ما بحبش الماتشات الضعيفه. الدفاع بالنسبة لرامي ربيعة وائل جمعه، كابتن وائل وائل جمعة، جمعه طبعا، بعيد عن اللقب اتعلمت منه كتير 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 شخصيا.